ذكرى جاتني نص صديق ديالي على اساس فواكه البحر. احنا ديجا احنا حريفيه ديال فواكه البحر، ديجا كنا خدامين في هذا الشيء. المهم كيفاش جات الفكره ديال الجبانيه؟ الفكره ديال الجبانيه، انا والصديق ديالي كنا كنديروا كوكتيل وما عندوش السميه ديالو، ما عندوش شي سميه يعني عادي. بقينا كنفكروا كيفاش غنديروا هذا الكوكتيل هذا. درناه في الجبانيه اللي هي هذه، وهو هي تبان لنا السميه الجبانيه، وحنا نخلوها الجبانيه. الحمد لله راه حنا باقيين غاديين بها حتى لدابا، ولقات اقبال كبير الحمد لله. الجبانيه كتكون بزاف انواع ديال الفواكه البحر، كلاماس، لي زويتر، لي بالورد، لي كوطو، بزاف ديال الانواع كاع اللي عندنا. وكيبقى موني دو جوغ على حساب هذاك النهار، نقدروا ما نجيبوش شي حاجه نعوضها بشي حاجه اخرى. راه هي الاساس في هذا الشيء، ضروري خاص الحاجه تكون حيه. حنا دابا خاصنا نختاروا الكونسيبت ديالنا، كما كيقول لك خالف تعرف. حنا بغينا نديروا واحد الكونسيبت ديالنا باش نكونوا حنا اللي معروفين به، ويعني درناها ولقات اقبال، يعني جات على الله، جات دايزه، شدينا ديك الجبانيه على الله، وحنا الحمد لله راه غاديين بها. ضروري حنا حوايجنا كنجيبوهم شارينهم وكنوسخوهم هنا باش نبانوا قدام الناس نقيين، وماشي غير هذا الشيء، يعني كل شيء خصو يكون نقي، المحل خصو يكون نقي، حنا نكونوا نقيين، كل شيء، يعني أي حاجة عندنا الأساس ديالها هو يكون نقي باش يجوا الناس يشوفونا مزيانين. هذا علاش؟ فوائد فيهم اليود، فيهم الزنك، فيهم جميع الفيتامينات كيتجمعوا فيهم. كيبقى غير فيتامين سي كنزيدوا الحامض. فيتامين سي هو اللي كيبقى كنزيدوا الحامض. المهم فوائد كاملة كاينة. جد حنايا كنوفروا، كنحاول انا كنغطس على بعض السلعه باش كنحاولوا نوفروا باش ما نبقاش الثمن طالع، باش نساوي الثمن شويه باش ما يبقاش طالع. كنحاول نغطس على بعض السلعه انا سونطي عليها. حنا كما كتقول حنا في اي بلاصه ولكن حنا في مدينه جديده، مدينه جديده. مرحبا بكم. الثمن مناسب، الاثمنه راه جد مناسبه، جد مناسبه. كاينش كول هذا قول لا جيتي الجديدة وما كريتيش الجبانية غتسخط عليك مهنية، دير النية عند مولين الجبانية. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.